السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. يا رب السعاده والهنا والرزق والتفاؤل والفرحه الجميله من اجل مواليد برج الميزان. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء بيغير القدر. وانا بعتذر جدا على تاخير فيديوهات علشان خاطر بس انا كنت تعبانه شويه، فان شاء الله باذن الله انزل لكم فيديوهات جديده واحداث جديده باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. يلا نردد مع بعض الدعاء الجميل ده اللي فيه طاقة إيجابية. اللهم ارزقني خير الأيام القادمة، واكتب لي نصيبي يسعد قلبي ويفرحني ويهديني، وحقق لي ما أتمناه في الدنيا، وريح بالي ويسر لي أمري. الدعاء ده حلو جدا، رددوه هتلاقوا فيه طاقة إيجابية وهتلاقوا فيه تغيير حال. يلا بينا مواليد برج الميزان نشوف طاقتك ونشوف فنجانك بيقول إيه. بسم الله ما شاء الله. برج الميزان تعبان، برج الميزان مش طايق نفسه، برج الميزان بدأ ان هو يسيب الناس تعيش براحتها. يعني برج الميزان بدأ ان هو ايه، ما يشغلش باله بأفكار كتير، بدأ ان هو ما يدققش على الواحدة. الميزان دلوقتي ينطبق عليه اللي هو سايب الناس تعيش براحتها، سايب اللي يسأل يسأل، واللي ما يسألش ما يسألش، واللي ينشغل ينشغل، واللي ما ينشغلش ما ينشغل، واللي عايز يفضل في حياتك اهلا وسهلا بيه، واللي عايز يمشي مع السلامه. ده برج الميزان حاليا بدا ان هو يصفي حساباته مع كل الناس، وكل انسان بدا كل انسان في حياته بيعمل له يعني داخل حياتك عشان يعمل لك مصلحه، يعني يستفاد منك في مصلحه، بدات ان انت ايه تاخد بالك كويس جدا. انت عدى عليك في حياتك بني ادمين كتيره جدا يا برج الميزان، منهم اللي خرج بلا رجعه، ومنهم اللي حاليا علاقاتكم من بعيد لبعيد حتى لو كنتوا اقارب من بعض. يعني انت بدأت اللي يطلع من حياتك ما ترجعش تاني. برج الميزان، على قد ما انت عصبي، على قد ما انت طيب، على قد ما انت حنين، على قد ما انت محبوب في الحياة، بس دايما حظك قليل. عندك واحدة ست بومة، بومة يا برج الميزان، ملخبطة حياتك وعاملة لك حاجات كتيرة جدا وحشة. واحدة كده على لابسة وش البريء يا برج الميزان، لابسة وش البريء، احذر منها. برج الميزان ممكن يقول كلام يزعل بعض الناس، اللي هو ايه ما عندوش حاجة يفكر فيها في الكلام. لو هو متضايق او متعصب ممكن يقول اي حاجة تزعل الاخرين، بس هو مش قصده. هو بس طيب جدا، ومن كتر طيبة قلبه ما بيحسبش الامور اللي هو ممكن يكون بيفكر فيها. بس اطيب برج، برج الميزان، مش خبيث ولا لئيم، طيب جدا، وهتلاقوه وقت ما انتوا عايزين. شايفه كمان يا برج الميزان ان انت ناوي على تغيير في حياتك، وشايفه ان الضحكه الجميله هتعود لك قريب جدا، وهيبقى عندك فرج من عند ربنا سبحانه الله وتعالى. بس انت قول يا رب، داري شويه واكتم، داري شويه يا برج الميزان واكتم، بلاش اللي على قلبك يكون على لسانك، بلاش اللي على قلبك يكون على لسانك. عندك حد بيحبك او وقع في حبك الله اعلم، بس انا شايفه ان انت ما تعرفوش، في حد بيحبك انت ما تعرفوش. يعني بيحب ابتسامتك، بيحب ضحكتك، بيحب سعادتك، دايما عايز يسعدك. شايفه كمان يا برج الميزان انه في حد بيراقبك على السوشيال ميديا، دايما بيدخل الملف بتاعك وبيتصفح عليه وبيشوف اخبارك كلها. انت فاكر ان هو بيتجاهلك وان هو مش معبرك ولا بيهتم بيك، بس انا شايفه ان هو دايما بيدور وراك وبيراقبك. عندك الامور الايام اللي جايه هيبقى عندك شويه ضغوط في شغلك، في حياتك، في بيتك. اخدت فتره انت يا برج الميزان وصلت لمرحله ان انت من كتر المسؤوليه ما بقتش عارف تعمل ايه، حاسس ان حياتك متلخبطه ومفيش اي حاجه بتكمل يا برج الميزان. عندك وجع في جسمك غير طبيعي، خصوصا في ظهرك. النوم عندك مش مستقر خالص، بتحلم بكوابيس. عندك كميه صداع رهيبه يا برج الميزان اليومين دول بالذات. شايفه كمان انه حصل انفصال او في مشاكل بينك وما بين الشريك ووصلت للانفصال. دايما عندك انتوا الاتنين مش فاهمين بعض، عندك نفور، متناقضين، عندك مشاكل كتير في حياتك العاطفيه ومش عارف تعمل ايه. عايز تتخلص من اللي انت فيه يا برج الميزان، بس انت مش عارف. عندك الفتره اللي جايه هيكون رحله حلوه وفرحه جميله باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى.
بلاش تظلم نفسك بنفسك يا برج الميزان، بلاش تظلم لنفسك بنفسك، حاول ان انت تشوف الحياة بشكل اجمل، وحاول ان انت تغير من حياتك على قد هدوءك الفترة دي، على قد كمية التعب النفسي اللي انت عايش فيها. شايفة كمان يا برج الميزان ان انت لازم تاخد حذرك عشان انت محسود من اقرب الناس ليك، في اقرب الناس ليك هم اللي بيكرهوك وهم اللي حاسدينك وعايزينك تقع باي وسيلة علشان خاطر يستفادوا من وراك. وعلشان كده دايما بتحلم احلام مزعجة واحلام فيها كوابيس. عندك سفر قريب باذن الله، وعندك مفاجأة حلوة جدا، انت دعيت ربنا وان شاء الله باذن الله ربنا هيستجاب يا برج الميزان. بس خلي بالك من غدر بيحوم حواليك بقاله مدة من أقرب الناس ليك، لازم تحط النقط على الحروف وتقف على أرض صلبة عشان تقدر تاخد حقك من أقرب الناس اللي هما دايما عايزين يظلموك. ليه دايما بتبقى عندك مرحلة الحزن يا برج الميزان؟ ليه على قد ما تبقى هادي وتمام بتلاقي نفسك حزين؟ عندك ناس كلها غل وكلها حسد، انت مريت بمراحل صعبة واخترت طريق مسدود، وبالرغم من ان انت اخترت طريق مسدود ربك موجود، والفترة اللي جاية هيكون عندك تعويض من عند ربنا بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. شايفة كمان يا برج الميزان ان انت عندك رزق وفير بإذن الله الفترة اللي جاية، عندك نجاح في مشروع، عندك حاجة حلوة جدا. عايز اقولك يا برج الميزان انه انت لو ليك نصيب في حاجة حتى لو كل البيبان مقفولة، صدقني ربنا هيرتب لك كل الاسباب لحد ما تبقى في ايدك، ولو ملكش نصيب ربنا هيرضيك بحاجات احسن مما تتخيل، بس انت اصبر وقول يا رب وارمي دايما همومك على ربنا، عندك حاجات حلوة كتيرة جدا بإذن الله. اللي ضاع منك انساه ما تفكرش فيه، حصل عندك سرقة يا برج الميزان انت ضاع حقك في يوم من الايام بسبب سكوتك، بسبب خسارتك الله اعلم، بس انت عندك حد متوفي، خسرت فلوس كتيرة يا برج الميزان، انت حد سرقك، دخلت مشروع وفشل الله اعلم. الفترة اللي فاتت كنت بتعيش في تقلبات مزاجية، كنت حاسس ان حياتك متكتفة مفيهاش اي حاجة فيها جديد، حاسس بمراحل. عندك بومة واحدة ستة اعدالك في حياتك عمالة تنق عليك، بومة انا اقدر اقولك ان هي ست بومة يا برج الميزان. برج الميزان طيب جدا وصديق ووفي، ما بيحبش النفاق ولا الغرور، وبيعيش دايما ببساطة وبتواضع، بس دايما بيلاقي اللي هو يدي فوق دماغه، اللي هو ايه، دايما بيلاقي الحسد، بيلاقي العين، بيلاقي السحر. دايما برج الميزان شايل مسؤولية من صغر سنه، من صغر سنه وهو شايل مسؤولية، مسؤولية عياله، مسؤولية اهله، مسؤولية اخواته، عنده مسؤولية كبيرة جدا. شايفة كمان يا برج الميزان انه عندك مكالمة الفترة اللي جاية، عندك مكالمة من حد، انت عندك اشتياق يا برج الميزان، هل لأهل ولا أحباب ولا أطفال اللي هم بعاد عنك الله أعلم، بس انت عندك اشتياق لأطفال يا برج الميزان. نشوف بقى فنجانك بيقول لي انت عندك طاقة إيجابية وعندك خير، نشوف فنجانك بيدل على ايه. بسم الله ما شاء الله، برج الميزان حصل عنده غدر، برج الميزان حصل عنده غدر من اقرب الناس ليك، يعني انت من اقرب الناس ليك حصل عندك غدر وخيانة يا برج الميزان، من ناس انت كنت واقف جنبهم وكنت دايما بتدعمهم وكنت دايما مصلحتهم اقرب من مصلحتك، حصل منهم الغدر والخيانة. انت بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس اللي ظلمتني وغدرت بيا، من كتر ما انت اتضغطت ومن كتر ما انت الضغوط كترت عليك بدأت تعرف مين حبيبك ومين عدوك. عندك حبيبك بعيد عنك، عندك الشخص اللي انت منفصل منه مستنيه يرجع لك، بلاش تستنى كتير، حاول تعيش حياتك وتشوف مستقبلك. شايفة كمان يا برج الميزان ان انت عرفت حقيقة حاجات كتيرة جدا، وكل حاجة عرفتها. عندك مشاكل في حياتك ملهاش اي حل، مشاكل كتيرة جدا في حياتك. شايف يا جماعة انا نزلت لكم فيديو لعلاج السحر واعراضه على القناة موجود، وهسيب لكم لينك الفيديو على في صندوق الوصف في اول تعليق. طيب برج الميزان بدأ يكون هادي، وما بدأ ان هو ما يلومش، بدأ ان هو ما يعتبش، بدأ ان هو سايب اللي عايز يعمل حاجة يعملها، بس هو اكتشف حقيقة الناس اللي حواليه بشكل حلو جدا.
ايه الحاجة اللي انت منتظرها يا برج الميزان؟ منتظر تغير بيتك وتروح لمكان تاني، ولا منتظر رجوع زوجك، ولا منتظر اطفالك، ولا منتظر سفر؟ عندك طريق مفتوح امشي فيه من غير اي مقدمات، امشي فيه. الطريق ده هو طريق رزقك، طريق رزقك، وهو الطريق ده اللي فيه نجاحك. شايفة كمان ان انت في شغلك في مشاكل يا برج الميزان، في شغلك في مشاكل، خلي بالك من اشخاص حواليك كتير جدا. جزء من ظلمك ان شاء الله باذن الله هتحصده، ان شاء الله باذن الله تحصد جزء من ظلمك يا برج الميزان. طيب مين الناس اللي اذتك وكسرت حقك؟ مين الناس اللي اخدت فلوسك دخلتك في مشروع وخسرتك؟ في نفاق عندك يا برج الميزان. طيب مين الست البومة اللي انا قلت لك عليها في الطبق وشايفاها تاني في الفنجان؟ الست دي بومة عايزة تخرب بيتك، عايزة تخرب بيتك. انت برج الميزان اتظلم كتير جدا من كل الناس اللي بتدخل حياته، من كل الاشخاص اللي هما بيدخلوا حياته اتظلم. الست دي ست خبيثة يا برج الميزان، احذر منها، هي عايزة تخرب بيتك بكل الطرق. عندك تقلبات كتيرة جدا برج الميزان، انت عايز تقف على ارض صلبة وعايز تغير حياتك بالكامل. انت مستني نجاح او مستني شهرة او مستني تغيير بالكامل، نفسك في تغيير انت يا برج الميزان، بس مش عارف تحصل عليه عشان خاطر محدش مساعدك، محدش واقف جنبك. ناس كتيرة جدا بتحقد عليك، ناس كتيرة جدا وحشة. انت اتظلمت يا برج الميزان من اصدقائك ومن احبابك، حتى من شريك حياتك، من ناس كتيرة جدا، عانيت كتير جدا يا برج الميزان. انت في ناس كتيرة جدا مش عارفين بقيمتك. الفلوس اللي اتسرقت دي صدقنا هيبقى عندك تعويض حلو جدا من ربنا. وخد بالك يا برج الميزان من اشخاص حواليك كتيرة جدا، في ناس بتتدخل في حياتك بحاجة غير طبيعية. شايفة كمان ان الناس اللي انفصلت بسبب سحر، الناس اللي انفصلت بسبب سحر، انفصلوا بسبب سحر من واحدة ست خبيثة. مين اللي خد ذهبك يا برج الميزان؟ مين اللي اخد ذهبك وعندك حزن غير طبيعي ونغزة في قلبك على ذهبك وعلى حق فلوسك؟ مين الشخص المسجون عندك؟ طيب ليه اتحطيت في موقف والموقف ده جه ضدك، ما جاش معاك؟ شايفه ان انت تعبان، نفسيتك تعبانه. طيب ليه بتدور على راحة بالك؟ ليه بتدور على حاجات انت مش عارف تجيبها؟ عندك حاجات كتيرة جدا ظلماك يا برج الميزان انت، ومدمرة لك حياتك، بس انا شايفة لك خير، شايفة ان عندك خير وعندك سفر وعندك رجوع حق. عندك حاجات كتيرة جدا حلوة، بس انت قول يا رب، انا شايفة لك اخبار حلوة اهو. طيب عايزة اطمنك وابشرك ان انت حقك راجع. شوف الناس اللي ظلمتك واخدت فلوسك ولخبطت حياتك، باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله تعالى انت حقك راجع. الناس اللي مركزه في حياتك دي وعايزه تستخرب بيتك وعايزه لك تدمر حياتك، صدقني ربنا هيكرمك وهيوسع رزقك وهيوفق لك كل اللي انت عايزه. تفائل، عندك رزق وفير وعندك مفاجاه حلوه. زي ما قلت لك انت دعيت ربنا وربنا استجاب لدعواتك، بس انت اصبر اصبر وان شاء الله باذن الله كل اللي انت عايزه هتحصده. دايما قول يا رب، دايما اثق في ربنا ان هو دايما هيكتب لك الخير. المشكله اللي ملخبطه حياتك دي اللي انت واقع فيها، صدقني هتتحل في ايام قليله جدا جدا جدا. المشكله دي هتتحل وهيبقى عندك خير. الصراع اللي في حياتك ده صدقني هينتهي، وكل المشاكل دي هتنتهي باذن الله. بس انت قول يا رب، ودايما خلي ثقتك في ربنا كبيره. ربنا هو القادر على كل شيء،
انا عايزاك تهدى يا برج الميزان، انت عندك امور حلوه جدا، انت دايما بتدور على الامان وعلى الراحه، بتدور على الامان في حياتك وعلى راحه بالك، ودي مش لاقيها بسبب ان انت عشت تجارب سيئه كتيره جدا، بس ان شاء الله باذن الله عندك خير ورزق وتفاؤل. تحياتي ليك يا برج الميزان، اتمنى لك الخير والرزق والتفاؤل، عايزاك دايما تتفائل، عايزاك دايما تثق انه بكره هيكون اجمل، انسى كل اللي فات، انت اكتشفت حقيقات كتيره جدا، اكتشفت خيانات كتيره، بدات ان انت تقف على ارض صلبه وتحسب امورك بشكل مختلف، بدات ان انت تحافظ على مشاعرك اكتر، بدات ان انت ما تديش اي حد ما يستاهلش، حاول ان انت دايما تشغل الرقية الشرعية، حاول ان انت دايما تسمع سورة البقرة، ابعد عن العين والحسد، ما تدخلش نفسك في عين وحسد بسبب طريقة كلامك واسلوبك يا برج الميزان. بدأت ان انت تكون شخص تلقائي، بتتعامل مع الناس بحسن نية، بدأت ان انت تكون صريح، بدأت ان انت تقف مكانك وتتحكم في كل الاشخاص اللي هي ممكن تأذيك وتعمل لك توتر وتعمل لك قلق. تحياتي ليك يا برج الميزان، اتمنى لك الخير وكل ما هو جميل من اجل عيون برج الميزان، واتمنى تسمع فيديو علاج السحر وكمان اعراضه، الفيديو ده مفيد جدا جدا ليك، وكل الوصفات اللي فيها مجربه. تحياتي ليك يا برج الميزان.